هي ماي إرسلان جنبلاط، بنت الأمير شكيب إرسلان التي كسرت التقاليد وتزوجت في جنيف مدنياً ابن العائلة المنافسة ومؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط. ماي إرسلان والدة النائب وليد جنبلاط من مواليد العام 1928، تعلمت في الليسي ولاحقاً في فرنسا، عرفت بتأثرها بالغرب وانفتاحه وشغفها بفن الرسم والموسيقى. بعيدا من الإعلام، وكبت زوجها في المحطات المفصلية من تاريخ لبنان المعاصر، وعقب استشهاده في آذار 1977 وقفت إلى جانب ابنها داعمة إياه في كل المراحل الصعبة، منها حين أصيب في محاولة اغتيال والانعطافات التي طبعت مسيرته السياسية. من كليمانسو التي زارها لتقديم العزاء رئيس مجلس النواب نبيه بره، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس حكومة المكلف تمام سلام، وشخصيات دبلوماسية، وعدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين، وقيادات أمنية وعسكرية وقضائية، إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت حيث توفيت ماي جنبلاط مساء الاثنين. انتقل الأقارب وحشد من الفاعليات السياسية لمواكبتها إلى المختارة. وكما جمعت العائلتين المتخاصمتين تاريخيا في زواجها، كذلك فعلت في مماتها، فرافق النائب طلال إرسلان رئيس جبهة النضال الوطني وولديه من مستشفى الجامعة الأمريكية إلى القصر الجنبلاطي الذي غص بوفود المعزين، من بينهم شخصيات سياسية أبرزها الرئيس السابق أمين دجميل، فضلا عن عدد كبير من رجال الدين ووفود مناطقية ونقابية. كما تلقى النائب وليد جنبلاط سلسلة اتصالات للتعزية بوفاة والدته، أبرزها من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس ميشيل سليمان، إضافة إلى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فالتمان، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري والدكتور سمير جعجع.